مرحبا، اليوم حشارك معكم آخر مشترياتي من iHerb، وحخلي لكم كود الخصم بالدسكريبشن بوكس تحت. إذا حبيتوا تشتروا من عند iHerb بيطلع لكم خصم. أول شي جبته هو عبارة عن سناك بارز، العلبة فيها 12 حبة، 8 جرانولا بارز و 4 شوكولات نوت بارز. أنا أوريدي جربت منهم عدة فليفرز وكتير كتير عجبوني. المكونات يلي فيهم صحية وأغلبية المكونات عضوية، فهيدول البارز أكيد حيكونوا كمان من مشترياتي من iHerb المرة الجاية لما بطلب. البارز هيدول أنا جبتهم من Trial Products. iHerb عندهم دايما Products للتجربة بيكون عليهم خصم، وإلك حق بس بتجيب Product واحد مع كل Order. فأنا بهيدا الأوردر طلبت هيدول البارز وكان عاملين عليهم 50% تخفيض. جبت كمان مثل ما شايفين الشيكوري هيربل كوفي، وهي عبارة عن قهوة بالأعشاب ما فيها أي كافيين، فيكم تعملوها كإكسبرسو أو كمان كفلتر كوفي. مكوناتها عبارة عن شعير وهندبة محمصين وكمان محلية بالخروب والتمر والتين المجفف، ونكهتها هي عبارة عن بندق معها هيزلنوت فليفر. أنا جربت الكوفي وكتير عجبتني، فبنصح فيها خصوصا يلي بدهم يخففوا من الكافيين. جبت كمان مكمل غذائي سيرابيبتيز، أنا بنصحكم كتير إنه تبحثوا عنه، له منافع كتيرة للجسم، ومن أهمها هي أنه بتخفف من الآلام بالجسم لأنه بتخفف الانفلاميشن بالجسم. السيرابابتيز هي عبارة عن أنزيم بتقوم بتفتيت البروتين الغير مرغوب فيها بالجسم. جبت كمان المكمل الغذائي جينكو بيلوبا. جينكو بيلوبا هو من أكثر المكملات الغذائية مبيعاً بالعالم، وأهم خاصية فيه أنه بينشط الذاكرة، فبنصحكم كمان تعملوا شوية بحث عن هالمكمل الغذائي وبتشوفوا إذا بيناسبكم. وآخر شيء بالعلبة عندي هو الأورغانيك كاكاو باودر يلي دايما بجيبه من عند iHerb. بجيبه من عند iHerb لأنه بلاقي صعوبة لقيه بالسوبر ماركت. الموجود بالسوبر ماركت هو كوكوا باودر يلي هو بروسيست على حرارة عالية، وأنا بفضل لما بعمل الشوكولات تبعي بستخدم الرو كاكاو. الشوكولات تبعي كتير طيبة وسهلة، وحخلي لكم رابط الوصفة بالديسكريبشن بوكس تحت. إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة.